إنني أعتزم أن تشهد مرحلة البناء المقبلة بمشيئة الله تعالى نهوداً شاملاً على المستويين الداخلي والخارجي، لنعوض ما فاتنا ونصوب أخطاء الماضي. سنؤسس لمصر المستقبل دولة قوية، محقة، عادلة، سالمة، آمنة، مزدهرة، تنعم بالرخاء، تؤمن بالعلم والعمل، وتدرك أن خيراتها يتعين أن تكون من أبنائها ولأبنائها.
مصر هتبقى في موضع تاني 2020 30/6/20